عيون جل مغمراتي يا حي مركب الدلايل بيلوا عقلكم يا اهل اليمايل بيلوا بكاسكم هكذا. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل في كل مكان عشاق الأصالة محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة أينما كنتم نجدد لكم التحية والترحيب من جديد من هنا من ميدان الذيد لسباقات الهجن العربية الأصيلة وضمن هذا المهرجان الغالي الذي ينطلق بنسخته الأولى في هذا الميدان الجميل. انطلق شوطنا 27 في مجموعة الأشواط الصباحية وهذا الشوط يحمل في طياته فئات الأبكار الحقايق مجموعة ونخبة من الأبكار الأصيلة تحضر في هذا التنافس الشيق والقوي. نسير إلى المراكز الأولى ونبدأ مع المركز الأول نبدأ مع نوادر على المركز الأول ناصر بن محمد بن سيف النعيمي من يتقدم بالمركز الأول مع نوادر بينما المركز الثاني تأتينا مشاهدين الأعزاء أمواج لمحمد بن حمد بن هلال المالكي قادم في المركز الثاني. المركز الثالث تأتينا غازية لعيسى الدهمي بن غفان الخيلي قادم في المركز الثالث وفي المركز الرابع منوه لمحمد بن علي بن حفشة الكتبي قادم في رابع المراكز. ناخذ اللي في المركز الخامس وصلتنا نسايم لحمد بن علي بن عوض الأحبابي بينما اللي في المركز السادس من الجانب الآخر هذه القادمة الشاهنية سعيد بن نايع بن حافش الخاطري يا مرحبا يا ابو خلفان قادم مع الشاهنية قادم من ميدان السوان ليشارك هنا في ميدان الذيد بينما الوصول ايضا من عرايف محمد بن هلال بن علي اليحافي ومن الجانب الاخر تقدمت سرابة بالشعار عبد الله بن علي بن راشد بن معصم الاكتبي قادم مع هذا الانطلاق الرائع مع هذا الاندفاع الجميل وهنا ايضا الوصول من زعفرانة عبد الله بن سيف بن عنتر الاغفلي اتابع الاسماء القادمة اتابع الاسماء الواصلة تأتينا الان افعال سهيل بن سالم بن حمد بن الاسود العامري وفي المركز العاشر الشاهنية لحميد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي وهناك اسماء كثيرة وعديدة واصلة مع هذا الشوط قادمة الى التحدي والى المنافسة عودة الى الصدارة عودة الى المقدمة والى دخولنا للوحة الالف والمئتين متر ما بقى عن خط النهاية. يا سلام يا سلام على هذا الشوط على هذا التحدي المميز من وتغير الى المركز الاول ها هي تحتل المركز الاول وتفتتح الكيلو متر الاخير هذا هو الكيلومتر الاخير منوى على المركز الاول محمد بن علي بن حفشه الاكتبي يتقدم شعار بن حفشه على المركز الاول نوادر تاتي في المركز الثاني ناصر بن محمد بن سيف النعيمي ولكن القادمه امواج محمد بن حمد بن هلال المالكي ومن الجانب الاخر الوصول الجميل التقدم المثير من عرايف محمد بن هلال بن علي اللي حافي قادم واللي وصلت غازية عيسى بالدهمي بن غفان الخيالي قادم هنا ايضا القادمة زعفرانة عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي لمن هذا الشوط لمن هذا الشوط لمن الخمسمائة متر الاخيرة جولة الاوامر الاخيرة حرك يلي بتحرك روح يلي بتروح الله 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 منوى غادرت بالمركز الاول غادرت بالناموس مع بداية المسار محمد بن علي بن حفشة الاكتبي ولكن المحاولات الاخيرة الشامخة والمنصوري مايد بن سالم بن علي المنصوري الى النصر لمن هذا الشوط المنصوري الشامخة تهانينا لمايد بن سالم بن علي المنصوري من قدم لنا الشامخة
الشامخه لتحقق هذا الانجاز الكبير. المركز الثاني منوه لمحمد بن علي بن حفشه الكتبي، المركز الثالث الذهيبه لمحمد بن شطيط بن حمد الشامسي، المركز الرابع اتتنا زعفرانه لعبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي، والمركز الخامس اتتنا عرايف لمحمد بن هلال بن علي اليحافي. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت النتيجه. نعود مع التوقيت الزمني 4:38 4:32 هذا هو كان التوقيت مشاهدينا الاعزاء للشامخة اللي قدمت العرض المميز والعرض المثير. تهانينا والناموس لمايد بن سالم بن علي المنصوري بفوز الشامخة. تهانينا لكل الفائزين معنا في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس للجميع. عادل الكف يوم الوزن مايل، شيخنا القاسمي درب الخصالي، يا عل تسقيك الوسطى مخايل، دار شيخ نجودي نادر مثالي.